الرشاش القصير UMP، وهي اختصار للتعريف Universal Machine، سلاح صنع في شركة تابعة لهتلر أكوخ في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يصنع في ألمانيا، ولكنه يختلف عن المنتج الألماني. يستند تصميم هذا السلاح إلى مستقبل البندقية الألمانية الهجومية هتلر أكوخ G36، وقد استخدم في تصنيعه سبائك بوليميرية تتميز بالصلابة العالية وخفة الوزن، حتى إن وزنه حوالي 2.1 كيلوغرام. صمم هذا الرشاش القصير UMP بإمكانية تركيب كاتم للصوت على فوهة الماسورة، ما يرشحه للعمل مع القوات الخاصة. يستخدم هذا الرشاش في تسليح وحدات الجيش والشرطة والقوات الخاصة، والمستخدمون هم الجيش والشرطة والقوات الخاصة الألمانية والأمريكية ودول أخرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية ودول عربية. مواصفات السلاح: الطول الإجمالي بالأخمص 690 ملم، طول الماسورة 200 ملم، الوزن فارغا من دون مخزن 2.1 كيلوغرام، الحلزنة 6 حلزات مضلعة إلى اليمين، التلقيم خزانة صندوقية قابلة للنزع، الذخيرة ACP 0.45 أو 19.9 ملم بارابلوم، سعة الخزنة 30 طلقة، آلية التشغيل دفع الغاز، أما الإقفال فهو مزلاج دوار. يرمي الرشاش 580 طلقة في الدقيقة. يذكر أن هذا الرشاش قد بدأ إنتاجه في العام 2002 وما زال ينتج حتى الآن. فضلا نرجو دعمنا بالاشتراك بالقناة، وشكرا على متابعتكم.